أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا جميعا، أي بلد كدعم كشارك القناة، شكرا لكم، الله يخليكم. ما تنسوش تشاركوا وديروا الجرس باش تلقاو المزيد، سيرتو إن شاء الله السنة المقبلة 2021 عندنا برامج جديدة تدخل حيز التنفيذ ديال الهجرة جميع المقاطعات. ألوغ لا بغيتو كنتو دائما مهتمين بآخر ما يكون في الهجرة وبطريقة قانونية ومشروعة ومجانية، دعموا وفعلوا الجرس لتلقي الفيديوهات في آخر فيديوهات ديال القناة. شكرا لكم جميعا. غنتكلم لكم اليوم على هذا الموضوع، تكلمنا فيه وانا نرجعوا له لانه مهم ومطلوب، يد عاملة دائما عندهم شروط وكفاءات وكيسوفيو الشروط. هذا خاص بالاجانب ديال واحد المقاطعة. قبلات شي ناس منهم متابعين ديال الحلقات، كنتمنى لكم التوفيق، قبلاتهم لان عندهم شروط. يعني غادي نعطيكم نفس الطريقه باش تقدموا على هذا البرنامج، لانه محتاج ناس. وهذه راه اكبر واغنى مقاطعه في كندا هي اونتاريو، هذه اغنى مقاطعه بدون منازع واكبر مقاطعه من ناحيه الاقتصاد. كتقبل الناس فرانكوفون والانجلوفون، يتحدثون الانجليزيه ولا بالفرنسيه. هادشي غادي تقراوه لراسكم، اش خص يكون عندك؟ يكون عندك عقد عمل، ولا تقدم على عقد عمل، ولا تدخل دخول سريع كيف ما بغيتي، ولا مقاول ولا مستثمر كيف ما بغيتي تدخل. انا اللي كيهمني بالنسبه للناس اللي كيقلبوا يدخلوا بواحد الطريقه سهله شويه وما فيهاش اجراءات معقده. كاينه طريقه لكن عندك بعض الشروط، ضروري يكون عندك بعض الشروط، الا وهي كتقدم انك عامل اجنبي، كتحط البروفيل ديالك، كتحط المعلومات ديالك في هذا الموقع، والسيستم كيشوف لا لقى فيك المواصفات ولقى فيك الشروط اللي كيبحثوا عليها هاد الناس، هاد الشركات والمشغلون، كيتصلوا بك مباشره. هما اللي كيتصلوا بك، يعني ماشي كتقدم العقد عمل، نو، كتحط البروفايل ديالك في السيستم ديالهم، في البرنامج ديالهم، وهما لقاو فيك داكشي اللي بغا. السيستم كاتشاك، يعني لقاك لوجيسيال، لقا فيك ديك الكفاءات اللي كيقلب عليها، غيتصلوا بك مباشره. يعني سهل بواحد الدرجه، ما كيحطوش لك داك عقد عمل عابش تابليكي عابش تقدم. ممكن تقلب على عقد عمل، كاين برنامج في المقاطعه، انا ما نمشيش له ديريكتومون باش نشرح لكم. تقدروا تحطوا لا دوموند ديالكم ديريكتومون في هذا البرنامج هذا. وبالنسبه لشي ناس، هو هذا الشيء غادي تقراوه لراسكم، لان باش ما نطولوش شرحته لكم مبسط، ولكن نتوما تدخلوا له لراسكم. كتجيو لهنا، ان دوموند اون لين بور لو بورتال ديبو الكترونيك دان بروغرام اونتاريان، دي بروغرام اونتاريان دو كانديدا ان ايميغراسيون، تكليكيو عليه غادي دينا مباشره. اهو بروغرام كونديد ايميغراو دو لونتاريو بي او، vous êtes placé dans la file d'attente، حطني في لائحة الانتظار. ام نوت روبوت، غادي ديروا انكم راكم ماشي روبو، تبعوا معايا الله يخليكم. غادي تدخلوا كونتينيو، اهو هنا غادي تمشيو معايا، تختاروا un nouveau candidat qui veut s'inscrire, un nouveau représentant, machin, en tout moment, machin, nouveau représentant, utilisateur de retour. كيف قلت لكم، غادي نكملو دائما، كيعطيك ثلاثة الاختيارات. اما الاول utilisateur de retour ديجا انسكري، يعني ديما فايت منك، سبق لك تسجلتي في الموقع هذا، راه موقع حكومي ديال مقاطعة اونتاريو، يعني مجاني بدون وسيط وقانوني. ردوا البال، ما ديروش اخطاء ملي بدا تعمروا وتملؤوا البيانات ديالكم. نوفو كونديدا، ان نوفو، غتكليكيو عليها. شوفوا معايا مزيان، دائما حنا في السيت بروغرام دي كونديدا ايميغراسيون، ديبو الكترونيك دي بروغرام دي كونديدا ايميغون. الحاجه اللي نطلب منكم، الله يخليكم، تاخذوا وقتكم وتشوف واش فيك المواصفات باش تقدم وتحط البروفايل ديالك، المعلومات ديالك في هاد المقاطعة هادي. كاين اوفر دومبلوا عندك بالنسبة لي زومبلويور، اونتري اكسبريس لونتاريو فرونسي، هما بالنسبة للناس فرنسيين. ما تنساوش هاد المقاطعة راه 70% حتى 80 كيتكلموا انجليزية، ولكن راه كيقبلوا الفرنسيين فرانكوفون، لان كاين واحد البرنامج كنا تكلمنا عليه
كيساعدوا وباغين الناس اللي يتكلموا الفرنسي في مقاطعات انجليزيه منها ديستيناسيون كندا موبيليتي فرانكوفون بزاف البرامج او حلقات على باب كندا غادي تشوفوهم ثم غادي تجيو لهنا اونتري اكسبريس لونتاريو فرونسي ترافايور كاليفي بارلون فرونسي هي زوج شوز دونتري اكسبريس لونتاريو فرونسي ترافايور كاليفي بارلون لونتاريو سي فو سويتي كونتينو بوسيدون سو فليكس فيي سيليكسيوني وي غادي ديرو وي شوفوا معايا الله يخليكم راه اسهل ما يكون هذا البرنامج اللي كنعطيكم ومجاني وقانوني وسريع يعني يبسط لكم بزاف الامور دائما الناس اللي فيهم الشروط ما تسمعوش بحال الكلام الناس اللي فيهم الشروط ونعطيكم واحد الطريقه قبل ما توصلوا لهذا الشيء باش ما تلفكمش باش تعرف راسك واش عندك الكفاءات لي كاليفيكاسيون الشروط ولا ما عندكش باش تجي لهاد دير هاد الامور اللي كنعمل فيها حاليا غنوريكم كيفاش قبل ما نسالوا الحلقه لانها مهمه انا ما كنبغيكمش ترتكبوا اخطاء وتدخلوا وتسرعوا حتى الشيء اللي دخلتي راك تدخل في السيستم ديميغراسيون فيدرال نكونوا متفاهمين يعني هتحط الموقع البروفيل ديالك وهتسنى كانت فيك المواصفات هما يتصلوا بك توصل به نون فامي يعني تكتب الاسم ديالك العنوان الاسم الاسم الشخصي اسم العائلي اسمحوا لي اسم شخصي دات نيسونس بروشان كيف كتعرفوا انا ما غاديش نكمل في هادشي لان حدي هنا هنا غادي ندخلوا في هذا موقع حكومي ديال الدوله الكنديه اونتاريو نتوما تكملوا ماشي راه ما صعيبش فيه تقريبا واحد 8 المراحل ولا 7 تقريبا يسولكم المعلومات ديالكم يسولكم المعلومات ديالكم الشخصيه البيانات ديالكم تكونوا موجدين راسكم وتكملوا هنا ملي تساليو غيولي عندك غيتخلق لك واحد البروفيل ديالك في السيستيم ديميغراسيون كنديان ديال هاد المقاطعه اونتاريو وغتسنى الجواب يجيك الجواب باغ ايميل ولكن قبل ما توصلوا لهذه المرحله هذه راك قدمتي راك هنا باش تفهم اننا حطيتي البروفيل ديالك راك قدمتي على دخول سريع لهاد اونتاريو تقدم عليهم بالبروفيل انت سودور انفيرمير استاذ طبيب بو نابورت كويزيني كتحط البروفيل ديالك والسيستم غادي يجبدك قبل ما تجيو لهذا الشيء الله يخليكم مهم غتجيو لهنا دائما كنتكلم معكم غوفرنمون كندا كنصحكم كنصيحه وبخبره الله يخليكم تبعوا النصائح جيو سيستيم دو كلاسمون جلوبال ايميغرون كاليفي تقول لي علاش هذا غراتوي مجاني وكيعطيك اش شنو هو البروفيل ديالك انت شكون كنت غيعطيك كلشي ومجاني وما كيتحسبش لك انه راه سي با ان دوموند هذا ماشي طلب هذه ان اوتو ايفالياسيون تجريبي اختبار الكفاءات ديالك واش عندك ولا ما عندكش بالدارجه بالعربيه عندك غيعطوك السكور ديالك ويعطوك شنو من نقاط الضعف ديالك ما عندكش غيقولوا لك عندك يقول لك هاك واحد الكود ديف ريفيرونس الشريف الشريفه مرحبا راه انت هاد الشخص اللي تقدمتي لينا راه عندك مؤهلات باش تقدم الدخول السريع سي كوم سا يعني ملي يجيك داك الكود يخرج لك واحد الكود ريفيرونس ملي تسالي هاد المراحل عرف راسك عندك الامكانيات وراك قادر تدخل قدم بدون ما تناقش قدم بشرط يخرج لك كود ريفيرونس ويكون المعلومات ديالك صحيحه اختبارات يكونوا عندك مؤهلات داكشي اللي تحط يكون موجود حتى يطلبوا لك من بعد الوثائق غتكسب كلشي هنا مجوج ما مجوج هادشي كله غادي تمشي فيه ها هو شحال ديال الخبرات غيطلب لك هذا ديروا في بالكم واحد 3 سوايع ولا او لا اسمحوا لي واحد ساعه ديال الوقت ولا 50 دقيقه ولا هذا باش تعمر هذا بحال هكا باش ما تاخذوا وقت بحال هكا 40 30 دقيقه باش ما ديروش واخا ديروا اخطاء ماشي مهم حيت هذا تجريبي اوتو سيميلاسيون اوتو ايفالياسيون غراتويت خصكم تبداو به وتكملوه ها هو فيه كلشي العمر ديالك المؤهلات ويتم غادي بك كالكول فو ريزولتو وتم غادي نديرو حنا كمثال هذا راك درتو معكم هاي جامي ماري ندير انا جامي ماري سيليكسيون بو بروجي بو بروجي اون بلي بروفيل في لاج اكسويل بون غادي ندير سيدي فوالا 38 ans يلاه كمثال سيرتيفيكا شنو هادي سيرتيفيكا غراد ديبلوم دير سيدي عندك الباك ديبلوم بتيتيتود دان يونيفرسيتي دان كوليج دير هادي دين دان نو يا الباك وعندك عام مورا الباك شوف وكتم غادي
Vous devez avoir été inscrit au plan plein pendant au moins 8 mois, voire effectivement présent au Canada pendant 8 mois. Maktouche, non. Maktouche au Canada. Ou كتمغادي بالاسئله كتجاوب وكتجاوب وكيعطيك كلشي هذه اللي فو ريزولتا تيست لينغويستيك تحط كلشي ها هي وي نو تمغادي في الاخر يعطيك واحد النقطه خرج لك كود دو ريفيرونس اف مثلا ك 2 4 5 6 8 خصك تحتفظ به تامبريمي تو سويت وتحتفظ به وتسوف غاردي تميموريزي ضروري تكتبو انك راك مقبول البروفيل ديالك مقبول بشرط ان داكشي اللي دخلتي خاصو يكون عندك دخلتي لي مؤسس في تيست لينغويستيك فرونسي خاصو يكون الاختبار قدامك سي كوم سا مني كتخرج لك هادي غادي تجي اونتاريو اسهل واحد هذا راه الناس باش نكون معكم صريح انا راه كنحاول نساعدكم بطريقه مجانيه وقانونيه وبدون وسيط راه الناس من متبعين هاد القناه اللي كتشوفوا بكل تواضع راه منجحوا في هذه الامور وعن طريق هذا البرنامج وبرامج اخرى توصلوا بدعوات وتوصلوا بدعوات للدخول لهذه المقاطعات كنتمنى لهم الخير وان شاء الله الا من هنا قدام استقروا بكندا السنه الماجيه غنطلب منهم يديروا شهادات لا بغاو لا بغاو باش يعطيكم على الاقل واحد التحفيز ويقولوا لكم طريقه اللي تبعوا كنتمنى الحلقه تعجبكم شكرا لكم والى اللقاء